تبارك الله تبارك الله، ويسر لنا الله فباهم. شدي شريك وين شان الرئيس؟ يا الإخوان جاب الله بالرغضة على هذي. أو الإخوان هذا الكائن هذا تقولي لومار. السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، احنا جينا عند الصديق ديالنا المهدي أميوس. كما كتشوفون مهدي وفين أبو المهدي؟ أفين الرئيس مهدي؟ ما هو الرئيس مهدي؟ أخوة تنسى وما القتابة يا الله شي أخويا شكرا على الله. على الله شي فانا يا رب نبغاو شي جوب النهار، حنا غنمشيو اليوم بالليل. هذاك الشيء اللي كاين تبارك الله على السي مهدي. تبارك الله عليكم الإخوان، حنا غادي نشوف الله عند واحد الدراري دايرين معاهم. ها هو الرئيس أميوس معنا. تبارك الله على الرئيس كاع المتتبعين، الله يحفظكم الخوت. تبارك الله عليكم اللي كتدعمونا، تبارك الله عليكم صراحة. انتما غادي تدخل غنشوفكم معكم فيديو ان شاء الله، نتلاقى مع الدراري دايرين معاهم حدا واحد المحل ديال فيشينغ دو الصيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. هو الرئيس المهدي تبارك الله على الرئاسه. حنا تلاقينا مع الرئيس محمد الله يحفظكم سي حمزه اسم العريضه. السلام عليكم. وعليكم السلام سي حمزه، هذا ملقب سائل الوحوش. واش كاين شي وحوش فيهم ولا واش الوحوش ضروري ملقب؟ ولكن الوحوش فين ما كاينينش. انتم كما كتشوفوا حنا داخلين بحر زوين جميتر تقريبا، نتمنوا من الله شمرينا ولا استنوا الرئيس رئيس مهدي البطل ديالنا. اخوان حنا في هذه الاثناء هذه وصلنا للمسرد، هو هذا المسرد اللي غنصيدوا فيه ان شاء الله. نقدوا الماتريال ديالنا، غنديروا مونتاج اللي هو عباره عن فرشيه، ونديروا ما بين الثقاله ما بين الصناره والفرشيه 4 متر على حساب باش يضرب علينا الحوت. هذا هي التقنيه اللي كنصيدوا بها. عقلوا على الاخوان واش نبقى نصور لكم داك الشيء باش ما تملوش معنا. ها هو نجيبوه مع الغروب ديال الشمس ان شاء الله، ويجينا الرزق من عند الله عز وجل ان شاء الله. حنا غنبقاو ديما بحال هكا ديما ما نتقاطعوا زعما ما يعني ما نملوش، تجيب لنا الله الحصيله ان شاء الله. ها هو الرئيس راه بدا. ايوا نتمنوا مولانا الكريم يرزقنا ان شاء الله. تبارك الله عليكم الاخوان. الحصيله ديال بسم الله باش بدينا كفايلا كفايلوس. ولا كي شوقه ود الحوش هذا العزيز هذه تحلوزات معانا. الحمد لله عطف لينا الله بهذ الحصيله هذه بعدا قاس علينا ان شاء الله غيكون الخير من هنا قدام. تبارك الله. هو جاب الله الاخوان هذا البورتكلي هذا ديال الشرغو. وكاين شي ناس الاخوان راه ما كنحموش بحال هاد الحوت هذا، والله ما نكذب عليكم اكيد ديتو لك مقيله. ايوا اخويا لك تدي هذا شنو تخلي. ايوا دار رجعوا البحر الاخوان صراحه ما نقدروش نديو بحال هادشي هذا قدامكم كما كتشوفوا معنا. ردوا البحر يعيش يرجع ان شاء الله للغا ديالو، على ما ندوزو واحد عام ولا شحال هو رجع ان شاء الله نشدوه قاو ديك الساعه راه كبر. يلا تبارك الله عليكم عيش. كتشوفوا الاخوان وريا اكثر اكثر وريا مليحه هو الاخوان. شدينا هذا الكائن الغريب سبحان الله العظيم الشكل ديالو كي داير راسو كبير بعد اول حاجه هي هذه اول ملاحظه. وعنده الاخوان واحد الشوكات في الظهر ديالو وجوج شوكات في الجناب حذاري الاخوان. والريوق ديالو واعرين على العينين، الريوق ديالو واعرين على العينين كنعاودها وكنقولها حيت لا شديت هذا الحوت هذه
حاول ما تمش عينك بتاتا، والفم ديالو تا واش سبحان الله هذه مسانو كيدير. سبحانك يا جليل سبحان الذي خلق كل شيء واحسن خلقه. والاخوان هذا الزعار هذا كنقول لي احنا الزعار كيعيش في الفندق يعني في الاعماق عنده سبحان الله عادي في التحت بحال الجيلات كيبدا يتحرك بهم كيتمشى والله اعلم عاوتاني هادشي اللي عارف عليه انا. ايوا الاخوان ان شاء الله حنا دابا باقيين كنصيدوا ونتمنى تدعمونا بلايك راه هادشي كامل على قبلكم صراحه. وسنان حذر الاخوان السنان ديالو راه ما كيبان ما باينينش دابا ولكن تما راه ماضين ها هما الفوق كما كتشوفوا معنا ماضين تحيت لي السنار حاول تحيدها بشي حاجه اخرى باش ما فهمتي السنان ديالو ما يوعتوك ولا شي حاجه. تبارك الله عليكم الاخوان. هو تبارك الله اللهم بارك هو تزاد الاخ ديالو اتمنى من الله يبان الوالد ديالو ان شاء الله تما طلعوه كما كتشوفوا معنا احنا مازالين كنصيدوا كل ما تزادت الحصيله راه غنزيدوها ان شاء الله. تبارك الله على الاخوان كاملين. هو الاخ ديالو كما كتشوفوا نفس لاطاي تقريبا نفس الحجم هذا زيد عليه شويه تقريبا. شوفوا المونتاج عند الريف المونتاج هذا الاخوان هو هكا اي سنارة كما كتشوفوا فيها الروطال. نشوفوا الطريقة اخرى رئيس طريقة اخرى فيها كابيلة تشوفوا معنا اخوان حجيرة المادة سيتوكلنا على الله ميسر الامور امين. شوفوا شديش الرئيس او انت الرئيس كتشوف ما فهمتش انا شنو هادشي تسنى ليش سبحان الله العظيم صحاب لي الزبل في المرة الاولى هذا راه بحال كوطو هذا شوف شوف سبحان الله الاخوان شوف هذه راه دودة هذه كانت سبحان الله العظيم كانت في الغشا هذا حيدنا من الغشا هاي الشعر ديالو اللي كنت تاكل منه شحطها الرئيس هادي غاش عرف تجيب لك شي دراع عادي ان شاء الله. دودة الاخوان كما كتشوف معنا شوية بريرين منظر الله مبارك ام الرياس كان شي قايس الاخوان ولا باقي واحد صلو يلا ضربو مشى ضربو مشى ودي ودي كتشوف واقيلا تحت المنشا الله على بنا الرئيس المهدي هاي هاي كتاكل مع راسك ويلي الصحة والراحة يا رئيس الصحة والراحة مكرناش نعرضوا على المشابهين نجيو ياكلوا معنا حبابيكم صراحه ما كرناش كيفاش نديرو صراحه نلوح لكم السرديلات بار ليكرو ولكن هذه التقنيه باقا ما خرجاتش باقا ما خرجاتش الرئيس باقي وصار نهار الخروج راه تهلاو فيهم هنا راه ضروري شي حاجه معك الرئيس شي حاجه مرفوضه هاب شو كيس 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 هاك تبارك الله عليك تبارك الله علمك معلم كي تخلف على شي نص النور حاصل شي مول شنو تقولها شي تقولها شي كتجر تي كتجر ياك دابا مع هادي في الرمله كنطلع وكتهبط لي نروحو نخليو اخو الرياض هما اللي كيديروا هذا الشيء هذا صراحه تقصيره خطيره واش تبارك الله على الرئيس ها هو اللهم بارك سنينير واي اي اي تاشو كيدير تاشو الرئيس غادا يرجع للبحر الرئيس باش نحافظوا على الثروه السمكيه واخا شي ناس الله يهديهم ما كيرحموش بحال هادو هادو كيديهم صوب قال لك نعماس اش دير بها صاحبي شبعان شوك خويا كما كتشوف معانا ها في شاعل هنا يا خويا كنت هذا واش دير لهاد الناس هذا شوم عيب وعار هادشي صراحه الانسان خويا صيد ما يديرش بحال هاد الفعيلات ما خصوش يديرهم صراحه. تبارك الله تبارك الله ويسر لينا الله في باهم هاو باب زاد الحصيله تبارك الله هاو ضربت باقا لاصقه فيها الله شو قداش تبارك الله شو قداش ريو قوا علينا دا ايوا 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 سعيد ايوا
شوش كيلو تبارك الله فيه. ها؟ ايه كري. كاين كيلو في الراس، كيلو في الراس، كيلو في الكرش. يا خير. نحب من هنا، من هنا كيبدا نحب. ياك. من هنا وكتحيد. ضربوا من تما وتحيد. هذا شوكاش هذا. اه شوكاش. فهمتي. والريوك ديالو واعرين قال لك. اه شوكاش كيقول بواد. اه. ما مبينينش. الشيم. اه واعرين. ولكن راه إلا نفخهم كيبانوا واحد الحيدة هنا. في ضرب شي واحد بحال هذا ضرب على الدجاج المسخوره ياكل كلشي هذا ياكل في الارض تبارك الله تبارك الله تبارك الله ها هو الاخوان خاطر معمر هنا كازا الرئيس او بصحة والراحة الله يبارك فيك اه بحال مصدوم اخويا مصدوم الفرحة قول لي ياك الفرحة اه تبارك الله باربار ماشي الباربع علاش تقول له الزعار هذاك بصحة والراحة الرئيس رباط رباط مزيان اخويا رباط لي المادة نعماس الله وعسى نضربو حنا شي نسفيلو معاك دايما انا الرئيس أو الإخوان هذا الكائن هذا كيقولي لومار شدوا أصدقاء ديالنا ما كتشوف معنا وما يردوا البحر بقي صغير هادشي هذا احنا الإخوان من بعد ما شرقت شمس الصباح درنا واحد الشحيط على مولانا الله لا جاب الله يا الإخوان جاب الله الرعب على هذي الله وهنا الاخوان كينتهي الفلوق ديالنا نتمنى الفلوق يكون عجبكم ويكون نال الاعجاب ديالكم بارطاجيو مع صحابكم ودعمونا بجيم وان شاء الله حتى الفلوق الجاي وتبارك الله عليكم الخوت